مشكل ديال الجفاف هذه سنتين، ومشكل حتى هو كيعانيو منه المربين، لان كاين ندره المياه، لان تربيه الدواجن كتعرفوا بانها كتقام في الباديه وفي خارج المدار الحضري، يعني في مساء في الابار، يعني في بعضها نشفت كاع ما بقاش كاع، وفي مناطق اخرى كاين ندرات كثيره ديال المياه. دونك كاين هنا حتى هو عامل ساعد على تفاقم المشكل، زياده على موجات الحراره اللي دازت ثاني هذا العام. انا دائما موجات الحراره كدي واحد نفوق ديال الدجاج في الضيعات، انتم عارفين مسائل ديال الوسطاء والسماسره، دونك كان دائما بين 4 إلى 5 دراهم. الحل اللي يمكن المقترحه وهو لا كوميرسياليزاسيون، يعني التسويق، وهذا اللي كيعاني منه المربي، لان لو هذاك لامارش او ديال كيستافد منه الكونسوماتور، يعني المستهلك، ما يكونش هذا الارتفاع ديال الدجاج عند المستهلك. لان شوف دابا المربي بشحال كيتقام عليه، بشحال كيبيع في الضيعه، وشوف المستهلك بشحال كياخذه. كاين واحد الهامش ديال الربح بالنسبه ديال الوسطاء وديال هذا كبير جدا. دونك خاص نشوفوا القضيه ديال التسويق، لا كوميرسياليزاسيون، حتى هو مهم في القطاع ديالنا، اللي يقدر يدير واحد الدفع بالنسبه للقطاع. ومن بين المسائل كذلك اللي خاص اللي كنشوفوا مع وزاره الفلاحه، وهو اعطاء واحد الدعم عن طريق الاكسبور، يعني بالنسبه للتصدير المواد الفلاحيه كالبيض او البيض ديال التفقيس او الكوتكوت الواحد. اي مربي او لا اي شركه دارت التصدير ديالها يكون واحد التحفيز من حيث لو ترونسبور، من حيث هذا الوسيط ديالها.